لما يخش لك اي حد محل رزق سي معاه او ما معهوش. يعني انا النهارده لو طلعت كيلو لحمه لله وجه زبون على، يعني انا ساعات بيخش لي زباين بيخش لي ناس من اللي بيديني ربع كيلو لحمه يدي نص كيلو لحمه اقطع لها كيلو لحمه اقول لها مع السلامه يا ستي ربنا بعديها على طول بيرزقني ب 10 15 كيلو ده بيعوض ده. الحرام بياخد الحلال في رجليه، ما ينفعش. يعني انا معايا عيال ممكن لا قدر الله لو عملت حاجه حرام او خدت حاجه حرام ممكن عيالي يجرى لهم حاجه، ممكن انا يجرى لي حاجه، فما ينفعش. الحلال ما فيش احسن منه، حتى لو بلقمه بملح اقول الحمد لله. بالنسبه لصنعتي اتقي الله في عملي، اطلع شغل كويس شغل نظيف والاسعار المناسبه والحمد لله راضي بقدر ونصيب. شغال سواق، بدلنا طول النهار بره في بدلنا طول النهار على الطريق بره، ولازم اقرع الجنيه عشان ربنا يبارك فيه ويبارك في عيالي في البيت، وبحس بطعم الجنيه الحلال كده وانا جايب لي حاجات لعيالي في البيت وياكلوا ويشربوا منه كده، بقول لي الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب. بشقايه بتعبي بعرقي ان انا بشقى وبتعب بيها بحس بان دي حلال، لكن طبعا اللي جه سهل بيروح سهل. الانسان بيرضاه لنفسه بيطبقه على الغير. يعني انا لو هاكل لقمه لبيتي وليا ولولادي طبعا بجيبها على اعلى مستوى، كذلك انت بتقدم نفس الخدمه اللي بتديها لبيتك وولادك بتديها للناس، فبالتالي ده ربنا بيبارك فيه. اصلا مال الحلال حتى لو قليل قليل ربنا بيبارك فيه. يعني المرتب ذات نفسه بيقدر يكفيك من ايجار لنور لمعيشه لمدارس لتعليم، ربنا بيطح في البركه زي ما بيقولوا بالمثل البلدي. يعني طول ما البني ادم عنده قناعه من عند ربنا ما عمرك ما تجيب القناعه دي غير لما تقعد عند ربنا. صح، كل واحد لو نظف قلبه من جوه كل حاجه هتمشي صح، والناس ما تقعدش تكذب لان النفاق وحش. اول طريق الفساد في البني ادمين النفاق اكتر من الحرام اللي بيدخله بيته. الساعة اللي انا اصحى الصبح اتكل على الله على اكل عيش واسمي بسم الله واتكل على الله على اكل عيش، هو ده الرزق الحلال، وان انا ما ببصش لرزق غيري لان رزقي اصلا كده كده مكتوب من قبل حتى ما اتولد، لا حتى في الرزق ولا شفاعة في الموت. هو اول حاجه يعني الواحد يسعى لرزق حلال، المكسب حلال. يعني طالما الواحد سعى لرزق حلال في الاول المكسب اكيد حلال، يجتهد ويتقن في شغله الحلال ربنا يكرمه. ما اقعدش في البيت واسيب عيل طايش من العيال يزود الاسعار على الناس او يلعب في مثل في الحاجه كده، انا اللي هحاسب عليها بعدين في الاخر. فلازم انا اللي قاعده كده ومباشره ده ومباشره ده ومباشره ده عشان اخر النهار لو روحت ب 100 جنيه تبقى احسن من 1000 جنيه. الله، والله الواحد بيقعد قدام الناس الجميلة دي وهي بتتكلم قاعد عامل كده، قاعدة بتأمل كل كلمة بيقولوها حكم ودروس مستفادة. يمكن ما بنتحلناش الفرصة ان احنا ننزل نتكلم في الشارع بنفسنا مع الناس ونسمع منهم، لكن اهو بنقدمها لكم مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة. تشوفوا الرأي الشارع المصري، تشوفوا الناس ازاي حكيمة وكبيرة وبتفهم وبتعقل وبتعرف ازاي قيمة الرزق الحلال وبتعرف ازاي تتكلم عنه.